السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفي هو ضيف من العيار الثقيل في تخصصه، وهو من الشخصيات المحبوبة من المجتمع يمكن بأكمله، سواء من تعامل معاه أو من تابعه، ومتابعيه كثيرون الحقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. فهو نجم، وبالتالي احنا لما قلنا نستضيفه كنا عشان خاطر ناخد جزء من هذه النجومية ونظهر جنب الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه بالقصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. مش انا اللي نجم يا اسامه، ده انت. لا طبعا حضرتك نجم طبعا، ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. دكتور، قبل ما ادخل في الطب وشؤون الطب، عايز ادخل معاك في السياسه وشؤون السياسه. طبعا احنا حضرتك يمكن كنت موجود في الاستراحه وانا بتكلم على طلاب الجامعات في امريكا والقمع اللي بيتعرضوا له، وطبعا ده سببه المجزرة الكبيرة اللي بتحدث في غزة. رؤيتك ليها كإنسان إيه؟ تصدقني ولا ما تصدقش؟ طبعا أصدقك. أقسم لك بالله دي نهاية إسرائيل مش فلسطين. إزاي؟ هقول لك إزاي. إسرائيل معتمدة على بني أدمين حكام، وكانوا شعوب بيساعدوها معنويا. فقدت يعني بارقه في الشعوب كلها، فاضل مين؟ الحكام. هيمشوا يعني اي حد من الحكام بيساعد هيمشي، وهيجي بداله واحد من اللي هم دلوقتي اللي هم الاستاف اللي بيكرهوها وكرهوها. حضرتك شوف تظاهرات طلاب الجامعه في امريكا. يبقى في فرق كبير جدا من حاكم امريكا وبين شعب امريكا وشباب امريكا. او شباب امريكا، الحاكم ماشي، والمانيا الحاكم ماشي، وفرنسا الحاكم ماشي، هيطلع بقى الجداد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يا اسامه، رب سبحان الله، قدم الصبر على الصلاه. واستعينوا بالصبر والصلاه، هي صبر. اقول لحضرتك انا لسه شايف فيديو النهارده لخناقه حصل على الهواء في برنامج تلفزيوني اسرائيلي، والضيف قاعد بيكلمهم وبيقول لهم ان الفلسطينيين سيتفوقوا على اسرائيل لان عندهم الصبر. بالظبط. وقعد يتكلم عن كلمه الصبر، وقال هم ما حيلتهمش غير الصبر. صح. وهم قادرين على الصبر. فحضرتك لمست الحاجه اللي انا كنت لسه شايفها النهارده، حوار وخناقه والمذيعين يقولوا له ازاي ده، احنا ما احنا كمان نقدر. يقول لهم الصبر. انا عايز اي واحد مواطن فلسطيني، اخواتنا، يتذكروا غزوة بدر. المسلمين كانوا كام والكفر كانوا كام، وربنا كتب النصر لمين؟ للفئة قليلة. هل يعقل ان ربنا يقبل الظلم؟ لا. هل يعقل ان اللي بيحصل ده مش ظلم؟ ده قمة الظلم، وعمر ربنا ما حارض عليه. اقسم لك بالله يقيني ان دي نهاية اسرائيل، بس عايزة شوية صبر. يعني الدكتور احمد عبد العزيز استاذ جراحه العظام الفاضل، تعرف حضرتك ان هو موجود دلوقتي في شمال غزه مع مجموعه من الاطباء، وكتب قبل ما يروح وكان معانا هنا في زوم من او اتصال من غزه، وكان كتب بيقول ذهبت الى غزه كي استشهد هناك. احمد عبد العزيز لا يتكرر. احمد عبد العزيز يعني ده اخويا، لا يتكرر. أنا رحت غزة في الانتفاضة اللي قبل 25 يناير، قعدت 21 يوم هناك. ولو كان أحمد قال لي كنت رحت معاه، بس هو طلع لوحده، بس ربنا يرجعه بألف سلامة. يرجع بألف سلامة إن شاء الله. إن شاء الله. طب عايز أتكلم بقى مع حضرتك في بعض شؤون الطب اللي مش طب قوي. ماشي. دلوقتي مؤخرا اتكررت قدامنا حالات الموت المفاجئ لشباب صغير. أيوه. والناس تتعجب، هي دي ظاهرة جديدة؟ هو ده وضع العالم دلوقتي، ولا هي حاجة كانت موجودة طول عمرها بس ما بنسمعش عن اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك حاجة جميلة جدا جدا. في ناس كتير يقول لك السرطان زاد. الإجابة لا، ما زادش. طرق تشخيصه تقدمت، فبقينا نشوفه. يعني سرطان الثدي كان زمان واحدة ست تعبت وماتت، ما تعرفش ماتت ايه. دلوقتي طرق التشخيص تقدمت جدا، فالموت المفاجئ ابتدى الناس تعرفه، بس هو موجود من زمان جدا جدا. والموت المفاجئ مش معناها واحد كان ماشي ووقع،
ده اللي مات في 24 ساعة موت مفاجئ. ودلوقتي حاليا العلم وصل لنا ان اللي مات في 48 ساعة موت مفاجئ. مش معناه انه كان بيلعب كورة ووقع، لا ده مش موت مفاجئ. وده اللي الطب كله دلوقتي قائم عليه، منع منع الموت المفاجئ. الموت المفاجئ له اسباب عديدة، اسباب كتيرة جدا. رقم واحد في هذه الاسباب اختلال كهربة القلب. عرفت القلب بيشتغل بطريقة لا يقال فيها غير سبحان الله. سبحان الله. القلب بيدق، لو واحد عاش 80 سنة كم دقة؟ ده كتير. 4 مليار من غير ما يتعب، مع انه عضلة، مع انه عضلة. يعني العضلة دي لو عملتها 40 مرة كده مش هقدر اكمل. صحيح. وده عضلة زي دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى منحها من التعب، ما بتتعبش. فبتشتغل بالكهرباء. كهرباء في بطارية في القلب ربنا خلقها بتشتغل، عشان كده احنا قلدناها بالمنظمات. ما هو المنظم بطارية. البطارية دي ساعة تختل تقوم تعمل توقف القلب، او ما يقدرش الكهرباء تمشي في طريقها السليم يتوقف القلب، وده الموت المفاجئ. احسن نوع من الموت المفاجئ هو ده، لان هو ده اللي حضرتك تقدر تنقذه. لو علمنا كل الناس اللي في المولات واللي في المدارس واللي في الجامعات كيف تنقذ واحد قلبه وقف، كيف ده سهل جدا. ده انا بفكر اعملها كورسات في التلفزيون، لان مش هقدر اجمع الناس دي كلها. انعاش القلب سهل، حركة سهل. بتنيمه اولا، بتصرخ الاول تقول هلب عشان الاسعاف تيجي، وبعدين بنعمل له مساج لقلبه وتنفس صناعي بيرد بيرد. احنا مش عندنا موضوع ان انت تكححه مثلا، هو كان يقول لك لو حسيت كححته ده لو عنده خلف ضربات قلب ولسه عايش. ما هو لو مات هتقول له كح مش هيرد. اه طبعا. فعشان كده انا بقول دايما القلب يقف، وحظه حلو مين؟ اللي حواليه ناس. لا، اللي قلبه وقف عينيه مركزه. في ده حظه جميل جدا جدا، لان الفريق كله موجود. انما تعليم تعليم الناس انقاذ القلب حاجه حلوه جدا جدا جدا. بحيث حضرتك في مول وانا مش دكتور، لكن اقدر انقذه لو وقع. والجهاز اللي مطلوب هيبقى محطوط كل مثلا 300 متر جهاز، كل بحيث ان حضرتك هتنقذ حياه بني ادم قلبه وقف وكان سليم 100%. جهاز ايه يبقى موجود؟ جهاز قياس جهاز الكهرباء. جهاز الكهرباء اللي يديله الالكتريكال شوك. بس ده مش اي حد يستخدمه ده. لا، اي حد فعلا. بس اما يتعلم ده يقعدوا بقى يمسحوه في بعض. اما يتعلم بس نعلمه وخلاص. بنشوفه في الافلام كده بيبقى موجود جهاز. افلام حضرتك لازم، عايز واحد يموت لازم يموت يعني. طيب الشباب بيبقوا كتير قوي اللي بيتسبب في ده، ان يبقى شاب صغير وما كلش ونزل راح الجيم ورجع من الجيم فبيحصل له ده. هل في ارتباط بين انه راح الجيم ولا انه ما كلش؟ لا، ده كلها صدف. يعني الاكل لا علاقة له بكهربة القلب، الا لو السكر اختل. والسكر يختل في مريض، يعني حضرتك مريض سكر وخد انسولين زيادة والسكر وطي، ممكن يحصل له خلل ضربات. انما انا لو قعدت يومين ما كلش ما حصلش حاجة، وإلا كنا تلتنا مات في رمضان. طيب حضرتك من شوية كنت بتقول أن السرطان ما زادش، ولكن تشخيصه هو تقدم. التطور. بس في حاجات قريتها أنا كتير قد تكون صحيحة أو خاطئة، أن استخدامات البلاستيك اللي موجودة في صح. العالم ده تؤدي إلى هذه السرطانات. صح. حضرتك بنتكلم في قصة تانية، مش حكاية زاد وقل بقى. أسبابه دي مجننه العالم. ما هو ايام ما كانش فيه بلاستيك اكيد كانت الارقام اقل. لا لا، ما احنا نقدرش نقول كده. هقول لحضرتك حاجه، العالم كله قايم على اسباب السرطان. هل هو الاكل المحفوظ؟ هل هو وراثه؟ هل التدخين له دور؟ العادم بتاع العربيات له دور؟ و و و انا قعدت ادور على اسباب، وصلت ال 120 وزهقت. زهقت ان ده مرض غير معروف وعنده جين. يعني ممكن بعد كده احلل الواحد اقول له انت هيجيلك سرطان.
فالسرطان لا شك ان هو طرق تشخيصه تقدمت جدا جدا جدا. البلاستيك بقى وضعه ايه؟ البلاستيك هو طبعا احد المتهمين، هو ما زال متهم بس ولا زال متهم يعني قد يكون بريء. الله يعلم. طب المايكروويف ما 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 كتب، ما حدش كتب عليه كده انه احد اسباب السرطان. طب البلاستيك في المايكروويف؟ لا خطر. ما انا رزل بقى. لا لا ده لا 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 ده خطر ده، وعين هيفرقع ولا هيسيح بقى. يعني احنا بقينا العادات بتاعتنا الحياتيه بتتسبب في اضرار صحيه اكتر من الاول بتهيألي. يعني يا اسامه بيه، انا حط رقم واحد في المجرمين التدخين. ليه؟ اخر النظريات الجميله جدا عجبتني، هم قالوا ايه؟ التدخين بيجيب سرطان رئه. طلع غلط، طلع ان سرطان القولون نسبته اعلى في المدخنين. سرطان المثانه، العضلات، المعده. فبتدوا يدوروا في الدم، لقوا في ماده في الدم مسرطنه عندنا كلنا كلنا، ولكنها لا تعمل. التدخين بيهيجها، النيكوتين يخليها تعمل، فيجيب سرطان في اي حته. فاحد الاسباب طبعا المدخنين هيزعلوا جدا مني طبعا، وهيقولوا ما احنا بندخن، يعني الناس كلها بتدخن. اقوى العلاقات، الناس بتدخن والعربيات بتدخن والمصانع بتدخن، كله بيدخن. اقوى العلاقات العلميه يا اسامه باشا، اقوى العلاقات العلميه العلاقه الاحصائيه. احصائيا التدخين له علاقه بالسرطان، مفيش شك في دي. كنت شفت صوره زمان كانوا جايبين كرسي كده وحاطين عليه ازازه خمره وعلبه سجاير ومخدرات وقال لك ايه اكتر حاجه في كل المواد دي خطوره، وبعدين الاجابه تحت قال لك الكرسي. الكرسي نفسه اللي محطوط عليه الحاجه، الكرسي هو اللي خطر، الكرسي هو الاكثر خطوره بسبب قعدتنا الطويله او قعدتنا الغلط. ولا شك طبعا الرياضي محمي، الرياضي محمي من الحاجات دي، بس الكحول خطر جدا جدا طبعا، يعني والتدخين والحاجات اللي طيب حضرتك طبعا عايز ابارك لك على الزواج السعيد، بنتي، بنت حضرتك مريم يا حبيبة قلبي دي. شفنا حتت كده فيديو من الفرح وسمعناك وحضرتك بتتكلم وبلباقتك المعروفة وبأسلوبك المقرب للقلب. ايه الرسالة اللي عايز تقولها بقى لمريم دلوقتي؟ قلتها لها قبل كتب الكتاب. قلت لها ده ولد اتربى في بيت بعيد جدا عنك، انت ما تعرفيش اتربى ازاي، ما تعرفيش امه كانت بتعمل له ايه ولا ابوه. فالزواج يا مريم عقد تنازلات، هتلاقي في حاجات تنازلات طبعا. ده انا بقول لكل اللي هيتجوزوا، اللي مش قادر يتنازل يبعد عن الجواز. الزواج عقد تنازلات، تنازل عن طباع بقى لا عن اخطاء. هو كمال لله، غلط غلطه لكن مش جسيم، افوت. هي غلط، تنازلات من الطرفين مش من طرف واحد، اتجاه واحد من الطرفين. طيب علاقتك بالتكنولوجيا يقال انها مش قد كده يعني. فعلا عرفت منين؟ يعني كنت بحاول ابعت حاجه لحضرتك سؤال كده على الواتساب عشان خاطر حضرتك كان في موضوع البلاستيك، فقالوا لي لا ده هو ما بيستخدمش الواتساب، ملوش الكلام وده اصلا يعني اللي بيشوف كمان ولا التلفزيون ولا بتاع. احمد ربنا لو كان شافك قبل كده. الكلام ده حقيقي؟ لا انا عارفك الكلام ده حقيقي، بس هقول لحضرتك ليه. عندي مريم وعندي جنى. جنى قعدت تقول لي انا بتكسف منك يا بابا عشان ما عندكش واتس. قلت لها يا جنى انا ما اقدرش ازعلك، رجعته. كان بياخد في اليوم يا استاذ اسامه 4 ساعات. طبعا. قلت انا في غنى لان انا اولى بال4 ساعات دول، اما اقرا طب او اقرا دين او اشوف عيانيني، انما اضيع 4 ساعات. ولذلك انا بنبه الناس، لا ده بياخد وقت غير عادي من غير ما يحس. واخر الابحاث هنا وخمسه هنا وعشره هنا طبعا، واخر الابحاث ان هذا التليفون بيعمل ادمان زيه زي المخدرات.
فانا ما احبش ابقى عبد الحاجه. فزعلت طيب. مني جانا بس دلوقتي هي هترجعوا تاني ولا هي خلاص قبلت الموضوع؟ قبلت. طب لما بتحب تبعت لك حاجه بتبعتها لك اس ام اس ولا بتكلمك؟ بتكلم. بس حضرتك مشغول بقى بترد. لو هم مشغول هم عارفين انا مشغول بيكلموا اللي بيشتغل معايا. بلغ الدكتور حسام كذا كذا. طيب حضرتك ذكرت في حوارك دلوقتي وطبعا في اللي بنشوفه حضرتك ارتباط حضرتك رابط مرتبط تماما بالدين ومرتبط بالقرآن. يمكن انا يكون عندي بعض المصادر القلق في ان انا دايما بقول القرآن ليس كتاب علوم. صح. وانا اخشى من النظرية لان النظرية مهما كانت متبعة هي ممكن نظرية الجاذبية ممكن تتغير في لحظة. حضرتك في هذا الربط ما بتخشاش من ده؟ لا خالص خالص. ليه بقى؟ هنفترض انا فسرت آية بالعلم والعلم اتغير لكن الآية ثابتة. صح. ما حصلش حاجة. هنفسرها بطريقة تانية. هقول لحضرتك حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام ادانا القرآن. تمام. ما كانش عارفه؟ مش عارف تفسيره؟ عارف تفسيره. برافو عليك. طب ما سابلناش تفسيره ليه؟ سابنا عشان خاطر نقدر ان احنا نتدبر عشان يفضل معجزة ليوم الدين. كل جيل يجي يفهمه بطريقة. ايه المشكلة اللي في كده؟ ليه في ناس عاملة مشكلة فيه؟ في آيات أقسم لك بالله أحدث النظريات طالعة منها أو مطابقة لها يعني. طيب النظرية اتغيرت ما جراش حاجة إنما القرآن ثابت. يعني أنا بقول دايما الرسول ما ساب لناش التفسير عشان يفضل معجزة ليوم الدين. لو ساب التفسير خلاص. بس حضرتك مثلا ربنا سبحانه وتعالى لأنه عارف ضيق الأفق واللي بيتسع مع الوقت ومع صح. المعرفة وهو بيكتب لنا في القرآن قال ويخلق ما لا تعلمون. صح. عشان لو كان ربنا قال ويخلق الصواريخ والطيارات كان ما كانش حد هيصدق. بالظبط. فهنا النهاردة الرسالة اللي بيبقى ربنا قاصد عشان خاطر هو إلى يوم الدين إنها تبقى الرسالة مفتوحة فيج. أي. تبقى موجودة تفسر بعضها فيج وبعضها تفسر. تمام. ما هو اللي تفسر احنا بقى بنتمسك بيه. يعني حضرتك لما تلاقي واحد بيقول لك سيدنا محمد كتب القرآن وما كانش أمي وكان بيقرا وكده أنا برد عليه. سيدنا محمد ما كانش يعرف النظرية اللي أنا بقولها لك دي وما كانش يعرف كذا. طيب هقول لحضرتك أبسط حاجة. سيدنا محمد كان طلع في السماء ويعرف الأكسجين قليل؟ لا. كويس. لما يقول لك الكافر نجعل صدره ضيقا حرجا كمن يصعد في السماء جابها منين؟ دي لنا احنا بقى يا جيل ده. اذا انتوا عرفتوا الاكسجين اهو بثبت لكم. احنا بنرد على ناس يا استاذ اسامه بيضيعوا جيل انهم يبعدوه عن القران. القران ما بنقولش هو مصدر علمنا اطلاقا اطلاقا. احنا اتعلمنا واللي اتعلمته لو لقيته موجود هقوله هقوله. وبعدين اتحرك. عارف ان في قلوب كده تشمئز من ذكر الله. لا لا لا. تشمئز قلوبهم دي مكتوبة في آذان إذا ذكر إذا ذكر ربنا. فأنا احنا مش بنرد عليهم لأن دول ما يهموناش إطلاقا إطلاقا. يعني لما نتكلم عن صلاة الفجر وألماني اللي عاملها إنها بتحمي من الولد واحد يتريق. طب ايه رايك بقى ان قال الكلام ده الدكتور مجدي يعقوب وهو من ديانه اخرى؟ يعني ما بنقولش بقى ده. لا في ناس بتشمئز قلوبه من ذكر الله وطبعا لازم حضرتك ترد عليهم يعني. طيب هنا حضرتك بتتواصل مع المتخصصين في الشؤون الدينيه في هذه الامور ولا لا حضرتك منك لنفسك كده انت عارف دين وعارف طب فهتقول لي؟ هقول لك حاجه جميله جدا. اتفضل. ايه اكتر عباده ذكرت في القران؟ الصلاه. تمام. ذكرت 90 مره اقيموا الصلاه. اللي اكتر من الصلاه اعمال العقل. افلا يتفكرون ذكرت كم مره؟ افلا يبصرون افلا يعقلون افلا يتدبرون حضرتك ايه الف يتدبرون
احسب دول هتلاقيهم عدد لا نهائي مطلوب من كل انسان، من كل انسان انه يشغل عقله. اعمال العقل جزء من ديننا. انا بعمل عقلي، لكن عمري ما بقول حاجه الا لما اسال فيها. بتسال حضرتك؟ طبعا. او اقرا اشوف انا صح ولا غلط. هقول لحضرتك مثل جميل جدا. في ظاهره طبيه طلعت جميله جدا اسمها التاقلم او التبلد. التبلد او التعود. فهي اصل الثلاثه مش زي بعض. هم ثلاث معاني مختلفين. لا لا هم يعني انا اتعود على الشيء ادابتيشن يعني يو ادابت يعني تعودت عليها او تاقلمت. اتاقلمت عليها. فهي للفقير جميله جدا. صحيح جدا. تعود ان هو ياكل كذا ويعيش كذا وينام كذا ويرضى بكذا. لكن الغني كارثه، لانه قد تزول النعمه. مش هيشوف، مش هيشوفها. هو موجود في نعمه مش هيشوفها. ليا واحد صديقي في الدور ال 26 على النيل، فاروح الاقيه قافل البلكونه. اقول له يا راجل تقعد هنا؟ يقول لي دي للضيوف. انا تعودت على المنظر ده. ايوه. لقيت ان في ايه بتحمينا من هذا. واما بنعمه ربك فحدث. فقعدت اسال نفسي. اولا سالت رجال الدين، قالوا لي ربنا بيكلم سيدنا محمد، نعمه ربنا هي القران، فتتكلم بالقران. واما بنعمه ربك اللي هو القران فحدث. تحدث لغه. قلت له طب انا ليا راي تاني. قال لي قول. ده راجل كبير جدا، مش هقول الاسم، كبير جدا. قلت له واما بنعمه ربك فحدث نفسك. قول لنفسك، حدث نفسك عشان ما يحصلش الادابتيشن ده. يا ده انا ماشي على رجلي، غيري مش قادر يمشي. صحيح. ده انا ساكن في حته هايله، ده انا عندي عربيه، وهكذا. حدث نفسك مش حدث الناس. في ناس فاكره يقول لك يا اخي ما ربنا قال واما بنعمة ربك فحدث، فيطلع يتفشخر. اتفشخر دي ربنا ما يحبهاش. لا يصح ان اقعد في وسط الناس اقول لهم انا عندي كذا وكذا وكذا. انما فحدث نفسك. الراجل قال لي الله يفتح عليك. الحقيقه يمكن من اسبوع او 10 ايام في المقدمه اللي بعملها كنت بتكلم على موضوع اعتياد النعمه. واعتياد النعمه ده خطر، لان يعني زي ما حضرتك قلت يعني دي نعمه البصر. البصر نعمه، والسمع نعمه، والنفس نعمه. ان احنا لسه فوق الارض وبنتنفس. هقول لحضرتك حاجه، هي الآية هتلاقيها مش ماشية قوي مع عقلنا. وأما بنعمة ربك فحدث. تمام؟ تمام. طب بنعمة ربنا ربك ولا نعم ربك؟ هي نعمة واحدة؟ لا، لكن هنا مقصود بيها الجنس. لا حضرتك لو خدت نعمة البصر، قريت كم كتاب؟ شفت كم حاجة؟ منعك من كم حادثة؟ نعمة السمع، سمعت كم واحد؟ فالنعمة الواحدة كتير. واما بنعمة ربك، كفاية نعمة واحدة تتكلم بيها لنفسك طبعا. او هنا النعمة هي الجنس النعم. كل النعم يعني. لو كل النعم دي لو احصيناها. حضرتك ابليس توعدنا بايه؟ في اقول له كده يقول لي اغوينهم. اقول له ما غواش كتير. كم واحد قتل، كم واحد زنى، كم واحد سرق، لكن عمل حاجة اشد من كده. ولا تجد اكثرهم شاكرين. مش هخلي حد يشكرك. وربنا أكد كلامه، وقليل من عبادي الشكور. دي نقطة مهمة يعني. الحمد لله على كل شيء. طيب طبعا. عايز حضرتك هذا الأسلوب اللي حضرتك كمان بتخليه بتحبب الناس وتقربها للعلم والدين. صح. حضرتك تعرضت لبعض الزملاء، من بعض زملاء المهنة لهجوم. صح. زعلت؟ لا. عشان هم مش مهمين؟ لا مش مهمين، ده زمايلي وحبايبي يعني. لكن انا زمايلك ولا حبايبك؟ نعم، لا حبايبي وزمايلي. طيب. وكل حاجه. عمري ما ازعل، انا عمري ما ازعل من حد، بس انا بخاف على واحد من اخطر الامراض. حضرتك عارفها ولا لا؟ الغيره. ده مرض خطير جدا، لو اصاب انسان انتهى. فانا بقول مفيش واحد. حضرتك انت مفيش لك اعداء من الاعلام؟ يعني مفيش حد. برافو عليك. الناس كل الناس ما اجمعتش على حد. برافو عليك. السيده عائشه بنت سيدنا ابو بكر، حرم الرسول اتقال عليها اللي اتقال.
يا فندم الناس ما اجمعتش على ربنا. يعني ما في هي القضيه حضرتك لما بتلاقي ناس يعني انت اللي مش لاقي حد يكرهه ده متهيألي ده مش يعني مش يعني لما بيكون في حد محبوب من الناس كلها بنقول هو ناقصه شويه ملح وفلفل، ولو مكروه من الناس كلها ده لازم بقى. بما ان احنا في الدي ام سي اتكلم على خالد الجندي، الشيخ خالد الجندي ده الصديق العزيز الغالي، والدته كانت بتقول له ربنا يكتر حسادك. ده هو اللي بيقول لي، والدته كانت تدعي تقول له ربنا يكتر. ليه؟ هيبقى ناجح. طيب احنا في ايام بقى امتحانات، حضرتك بتتكلم اكتر من مره اتكلمت على وقت المذاكره. ايوه، فوقت المذاكره اظن حضرتك حددته في وقت معين وقلت على هرمونات معينه بيفرزها الجسم، الكورتيزون. أيوه. فبالتالي يعني يا ريت حضرتك تشرحها لي اكتر. هو ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الليل والنهار ما عملهمش هبهزرت كده، عمل جسمنا يتلائم مع الليل والنهار. عندنا اهم هرمون في الجسم هو الكورتيزون، لدرجه الهرمونات ساعات بنكتب على هرمون نقول essential for life، يعني من غيره معيش. الكورتيزون رقم واحد فيهم. وايه تاني؟ يعني مين نمره اتنين؟ الغده الدرقيه. الغده الدرقيه. الانسولين. فيه هرمونات essential بس رقم واحد فيهم الكورتيزون. العلماء درسوا الكورتيزون لقوه بيطلع مع الفجر ويعلى يعلى يعلى، والنهار يبقى عالي، ويجي عند المغرب ينزل، العشاء يبقى صفر تقريبا. وبالليل مفيش كورتيزون. وده ماشي مع ما امرنا به، ان الليل سكنا والنهار معاش. تمام. نعم. اللي بيذاكر طول الليل ده ونايم الصبح ده بعكس الفسيولوجي بتاعه. فبيتعب. عشان كده حضرتك لما تبعت عيان للمعمل تقول له انا عايز اقيس الكورتيزون، تقول له هقيس مرتين، 8 الصبح و8 بالليل. عشان اشوف 8 الصبح ماشي و8 بالليل ماشي. طبعا بالليل دايما يطلع اوطى. فانا بنصح الطلبه اللي هو بيسهر ده، لا انت ضد الفسيولوجي. يعني هتعمل ايفورت قد كده 10 مرات. ما هو بيسهر يذاكر عشان خاطر تاني يوم راح المدرسه ولا راح الجامعه يعني. طب وبعدين؟ يعني طب ما هو لازم يروح هنا ولازم يقعد يذاكر. وهيجي ينام. وهينام من العصر لحد العشاء. لا ما ينفعش. يعني هو لو عايزه يصحى مع الفجر يذاكر، يصحى مع الفجر يذاكر، يروح كليته او مدرسته، يروح كليته ويرجع يذاكر وينام بالليل بدري. كنت يعني حضرتك بتعمل كده وانت طالب؟ طبعا كده يعني حضرتك. انا اول دفعتي طبعا معروف. لكن كنت من وكنت بتنام ايه بعد العشاء؟ كنت بنام لا بعد العشاء بشويه، حسب بقى امتحانات قربت، ساعات الواحد يرهق نفسه بقى يطول لحد واحده بالليل ولا حاجه، بس لازم انام بالليل واصحى بدري واروح الكليه واسمع المحاضرات. واصحابك بقى لما كانوا يجوا يقولوا لك عندنا خروجه وانت كان عندك 18 19 سنه، يعني خروج خارجين مع الصحاب، كنت بتخرج تسهر؟ ما كنتش بستجيب قوي. حتى وانت لا يعني يوم الخميس كنا بنروح النادي نلعب كوره وبتاع، نحرك الدوره الدمويه. لكن ايام الكليه كانت ايام صعبه جدا عشان تبقى طبيب ناجح. ايام المدرسه اسهل شويه. انت حضرتك لسه بتذاكر لغايه دلوقتي؟ كل يوم. لان هي المهنه بتاعتكم محتاجه ان البني ادم ما هياش اللي خدت البكالوريوس ولا خدت الماجستير. لا حضرتك عايز تقرا كل يوم. لان الطب كل يوم بيتغير. الطب البطنه بيتغير راديكال من جدره كل 4 سنين. اللي قاعد 4 سنين لو عدوا عليه بعد كده مش هيعرف الاصل ايه. مش هيعرف. فانا عامل كتاب امراض بطنه، خد مني مجهود كتير جدا جدا عشان الم المعلومات من كل الكتب واعملها في كتاب. هي الامراض البطنه او تخصص الامراض البطنه ده ابو التخصصات؟ يس. يعني كل التخصصات يس. هي فروع منه؟ يس. حتى القلب، القلب فرع من البطنه، الصدر فرع من البطنه، الاعصاب فرع من البطنه، الدم فرع من البطنه. فاللي عنده البطنه بيبقى يعني قادر على معامله المريض اسهل من لو عنده فرع واحد. طب ايه اللي حصل دلوقتي ان الاطباء كتير قوي بيبقى مش قادر يحط في اعتباره الجوانب الاخرى؟ ده بمناسبه اللي حضرتك قلته ده، يبقى هقول لحضرتك. حضرتك فهمتني في السؤال. طبعا الطب تقدم جدا.
تقدم في جانب لكن كان على حساب جانب تاني. تقدم في الأبحاث. الأشعاعات دلوقتي جبارة. أنا ممكن أشاور لك شريان التاجي من غير قسطرة. أعمل لك رنين مغناطيسي على المخ وعلى الكبد. فالأبحاث يعني تقدمت جدا على حساب إيه؟ فحص المريض. كتير من الدكاترة ما بقاش مهتم إنه يطلع على السرير كبده قد إيه؟ وطحاله قد إيه؟ رجليه مورمة ولا لأ؟ الأوردة بتاعت الرقبة محتقنة ولا لأ؟ فابتدى يقل قوي الكشف. ده بيوقع الطب. هقول يعني عيان جالي مثلا وما كشفتش عليه وطلبت له 50 حاجة. لو الـ50 جم نورمال هعمل ايه؟ هقول له انت طبيعي؟ هقول له انت طبيعي؟ ما يصحش، ده الراجل بيشتكي. الكشف مهم جدا. احنا بنصل الى التشخيص بثلاث حاجات. واحد، اسمع العيان. حضرتك بتشتكي من ايه؟ وبقى له قد ايه؟ ولها علم كامل مثلا بتاع 120 صفحة. العين بيقول ايه؟ اتنين، افحصه. اطلع على السرير افحصك. ثلاثة، الابحاث. الابحاث ثلاث انواع، اما معملية واما اشعاعات واما مناظير وخلافه. فدول في كتير من الدكاترة بيعتمد على الثلاثة اللي في الاخر. انا ضد كده. وما عندوش وقت انه يسمع يسمعه ويكشف. لسه امبارح كنا بنتكلم في موضوع الأدوية، فحد من المشاهدين بعت رسالة وقال أنا قلت للدكتور إني لما قال لي بتاخد أدوية إيه، فقلت له أسامي الست أدوية. لما وصف لي الدواء الصيدلي قال لي الدواء ده متعارض مع ده. فهنا الدكتور حتى ما بصش في قائمة الأدوية اللي بياخدها وإنها ممكن تتعارض. هل ده نسميه استعجال ولا عدم، مش عايز استخدم الفاظ مفيش علم كفايه؟ لا، هو حضرتك تعرض الادويه دي وظيفه الصيدلي. يعني انا عندي في العنايه المركزه في صيدلي بيمر معانا. حاجه اسمها دراج انتر اكشن، دي هو دي شغلته. يقول ده ما يتكتبش مع ده. فدي بس هو احنا كلنا متعلمينها. يعني في ادويه فعلا ما تتكتبش، دي كلنا كلنا عارفينها. هو جايز كان مستعجل شويه بس مش عايزين نعمم. لا، ما احنا بنتكلم على هذا الطبيب، مش بنتكلم على الطبيب المصري فاخر والصيدلي المصري فاخر. احييك احييك يا دكتور. انا اتوقف مع فاصل قصير ثم نعود مره اخرى لهذا الحوار الممتع مع دكتور حسام موافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم الدكتور حسام وافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني. بعض الرسائل كده أقولها لحضرتك اللي جاي لنا. شيرين العرابي، لقاء السحاب، فيفي علي حسن، مرحبا بضيفكم الراقي، أدام الله عليه الصحة والعافية يا رب. طارق شرف، تحية لضيفكم الكريم صاحب شعبوية الطب ونشر الثقافة الطبية على نطاق واسع بلغة سهلة وأسلوب محبب. عبد الرحمن الطنطاوي، حضرتك جايب لنا النهاردة هدية كبيرة. يوسف الشرنوبي، الإنسان المؤمن المثقف الذي يتدبر قول الله تعالى القدير وفي أنفسكم أفلا تدبرون. فالإنسان ومكوناته المادية والروحية معجزة إلهية لمن يتدبر ويعي. سبحان الله العظيم. عايز عند النقطة دي أقف وأسأل سؤال. في غرف العناية المركزة أكيد شفت معجزات، صح؟ احكي لي واحدة تكون حاضرة في ذهنك. شفت اتنين يا أستاذ أسامة. شفت واحد وهو بيموت بيشتم ويسب ويتفتف ويكشر ويموت. لا إله إلا الله. واحد مبتسم ابتسامة غير عادية ووشه مش عايز اقول لك منور ويموت. لقيت الكلمه اللي اختارها ربنا تيبيكال اللي انا شفته. كل نفس ذائقه الموت. الطعم بقى هو ذائقه.
يداؤه مر فزعل جدا، يداؤه عسل بقى سعيد جدا. دول اللي شفتهم. التانية بقى اللي مهمة قوي، ولد كان عندي ممتاز من أحسن نواب اللي مروا على قسم طب الحالات الحرجة. فأنا قلت له إيه، الراجل ده لو جيت بكرة لقيته ميت هتترفد. قال طب أعمل إيه؟ قلت له هتعمل كذا وكذا وكذا بالترتيب. جيت الصبح لقيته كاشش، ولقى جوه البلطو حاجة زي ما يكون بيموت. بقول له في ايه يا فلان؟ قال لي الراجل مات. قلت له، قال لي عملت كل اللي حضرتك قلته ومات الساعة 3 الصبح. قلت له خلاص. السرير اللي بعديه بقى، واحدة ست دخلت بجلطة رئة كانت ميتة، عمل فيها شغل ما حصلش. لو في أمريكا ما يتعملش كده. والست والنبي يا دكتور ما تقولي امريكا، عشان انا شفت أنا هنا هو أمريكا. افضل من امريكا. انا بكرهها يعني، بس يعني شفت في امريكا وشفت هنا، واللي شفته الحقيقه هنا. انا رحت امريكا. هقول لحضرتك بس بعد ما اخلص القصه دي، امريكا ايه؟ اتفضل. لعنهم الله يعني. الحكومه مش الشعب. فجه بقى عمل فيها شغل رائع، لدرجه كانت داخله ضغطها مثلا صفر، بقى 120 80 الصبح، والست فاقت والزرقان راح، فمنفوخ بقى والبلطو اتملى وكده. قلت له يا فلان، هو انت اللي موت الراجل اللي فات؟ رجعان كمش تاني. مش هو اللي موت، مش انت اللي خففت ده؟ هو لا بيميت ولا بيحيي. قلت له يا ابني، هناك فرق بين العلاج والشفاء. احنا بنكتب علاج بس، بس اذا مرضته فهو يشفيه، مش انت ولا انا ولا الدواء. اتنين زي بعض بالظبط، وخدوا نفس الدواء ونفس التشخيص، ده مات وده عاش، يبقى في حاجه احنا ما نعرفهاش. طبعا دول الموقفين اللي انا يعني دايما لازقين في مخي. يا اولاد، اول ما يتعينوا جديد، انتوا موتوا نفسكم في الاهتمام بالمريض، لكن النتائج مش شغلتكم. صحيح صحيح. الحاله النفسيه بتاعت المريض، حاله النفسيه عندنا مشكله كبيره جدا في عنايه المركزه، ان في حاجه اسمها يعني تغير نفسي لمريض العناية المركزة. قاعد في ضلمة ما بيشوفش النور، حواليه ناس الجهاز يتوفى، فبيجي لهم بعد 4-5 أيام حالة نفسية محتاجة علاج. مش بس كده، الحالة النفسية للدكاترة كمان والتمريض، هم عايشين جوه العاملين في العناية المركزة، بنعاملهم أحسن معاملة ربنا خلقها. لماذا؟ لأنهم يستحقوا، لانه مش زي اي دكتور. حتى اللي في اوضه العمليات وماشي. لا، اللي في اوضه العمليات ساعتين ثلاثه وماشي. انما ده قاعد في مع ناس، وبيعني ربنا يكون في عونهم. يعني الحاله النفسيه لما بتكون طيبه للمريض بتساعده في الشفاء. يا سلام، ده حضرتك سالت سؤال انا بعمل فيه بحث دلوقتي. فعلا؟ اه والله، ما شاء الله. اراده الشفاء. هل في حاجه اسمها اراده الشفاء؟ انا عايز اخف، اعتقد يساعدني. أيوة. انا بعمل بحث دلوقتي وبشوف العيانين اللي عنده اراده شفاء خف. ما انا لاحظتها الاول، بس هعملها بحث. هشوف ايه التغيرات اللي في الدم اللي تخليه يبقى عنده اراده شفاء. لا لا، ده سؤال مهم جدا. يعني ممكن نفس الشخص في فتره ما في حياته يبقى عنده اراده الشفاء، وفي فتره اخرى يبقى فقد الامل ومش عايز يكمل، وده هنا يتاثر بالشكل ده. انا بعملها احصائيا، اللي ما عندوش إرادة شفاء نسبة الوفاة فيهم 5 أمثال اللي عندهم إرادة شفاء. عشان كده الناس ما تيأس خالص، خليك دايما عندك إرادة شفاء، هتساعدني هتساعدني كطبيب. يعني على فكرة أنا زوجتي هي رئيسة القسم دلوقتي، رئيس قسم الطب الحالات الحرجة هي، فغيرت اسمها، اسمها شيرين، سميتها شادية، وانا صلاح ذو الفقار مراتي مدير عام. ربنا يخليكم لبعض، لان انا عارف ان في قصه تجانس عظيمه موجوده. لا، ده هو واحد بيجاملني في مؤتمر كبير، هي قالت البيبر بتاعتها وانا طلعت قلت البيبر، فبيجاملني بقى يقول لي خلي بالك يا دكتور حسام، وراء كل عظيم ان امراه. قلت له لا، حضرتك غلطان كده، مش هنروح. لا، قلت له انت غلطان. قلت له حضرتك مش فاهم. قال لي امال الصح ايه؟ قلت له امام كل عظيم امرأة، مش وراءه.
في حد طالب بس كده استشارة سريعة، محمود بدر، ممكن علاج للجفاف والأنيميا لطفل عمره 6 شهور؟ أنا دي مش شغلتي، بس جفاف مع أنيميا جري على أبو الريش، أبو الريش جري ما يستنى يعني بكرة الصبح لو كان سامعني دلوقتي يروح أبو الريش. أكيد سمعنا دلوقتي، أنا لسه بعت الرسالة. طيب منى بتقول ممكن تقول لنا نصيحة بسيطة لفقدان الوزن لو اتبعناها بنظام بدون ممارسة رياضة ولظروف طبية؟ وبدون رجيم. وبدون رجيم لظروف طبية. هي سنها كم سنه؟ لا ما انا مش لازم بقى تبعت لنا يا مولانا. في كارثه في مصر اسمها الاكل بره البيت، بوظ جيل كامل في الوزن. صح، لان السعرات الحراريه الاكل بره البيت عاليه جدا جدا جدا، وفي ناس فاكره واحد طويل واحد قصير صفه، واحد تخين واحد رفيع صفه، لا اللي وزنه زايد ده مريض، مريض مرض اسمه السمنة، وطبعا لها درجات كثيرة لدرجة ان ساعات نوصل لجراحة. بعض الناس مش في ايدها ولا بتاكل بره ولا بتعمل، حتى لما كنا اطفال في المدرسة كان بيبقى معانا واحد وزنه كبير جدا وكان بيقول لك انا لو كلت بونبوناية وزني بيضرب. لا ده بيتهيأ له، احنا لا نقيس الوزن يا استاذ اسامة بكمية الاكل، بنوعية الاكل. ده شوكولاتاية باكل 3 وجبات، يعني يقول لك ايه انا ما باكلش، ايوه انت فعلا ما بتاكلش، بس تعال معايا بقى في البسبوسه اللي كلتها والشوكولاته وكلام. الى جانب ذلك في هرمون عندنا اسمه انسولين، اللي هو مرضى السكر عارفينه. الانسولين له وظائف كثيره جدا، من ضمن وظائفه المهمه جدا انه بيبني دهن، يخليك مريض السكر يبقى رفيع جدا، اول ما ياخد انسولين يتخن. الشوكولاتة والسكريات تزود الانسولين، فكأنك بتبني ده. القضية مش قضية السعرات الحرارية في الشوكولاتاي، قضية الانسولين اللي طلع عمل لك كمية دهن غير عادية. ده عند غير مرضى السكر، ده مرضى السكر ده قصة تانية. لكن انما الانسان العادي لو علّى الانسولين بيبني ده. طب الانسولين بيطلع بايه؟ بالسكريات. طيب حسن مختار عايز يعرف خطورة مشروبات الطاقة، لأن الطلبة اليومين دول تحت السن بيشربوا مشروبات الطاقة. خطيرة جدا جدا جدا، خطيرة جدا جدا, جداً. أولا بتقل النوم وبتعمل تغيرات في الأمعاء قد تأذيه. عايز تذاكر نام 6 ساعات وقوم ذاكر. اصلها بقت موضه الحقيقه مشروبات الطاقه. انا عارف حضرتك، وانا كنت متخيل ان خطورتها انها فيها سكر كتير. نصهم يعني في العيادات، نصهم في العيادات. لا ايه راي حضرتك في موضوع الطب الوظيفي والعلاج بالتغذيه؟ سليم جدا جدا، وعندنا اساتذه محترمين جدا في نظام التغذيه. اذا كان نحيف او تخين لما نكتب له ياكل ايه ويشرب ايه هيستفيد جدا، بس مش عايزين نزودها. وعايز اتاكد ان اللي راح له خريج طب، لان يعني في بيشتغلوا تغذيه مش خريجين طب. ما يجراش حاجه ما يبقى خريج حقوق يعني يا دكتور. معلش يعني. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام، ناس كتير بتتكلم على موضوع جرثومة المعدة. أيوه. والناس بيقولوا إن العلاج بره حتى لأولادهم اللي عايشين بره ما مش جايب نتيجة، وبيقولوا إحنا بنشهد إن أطباء مصر أفضل يمكن في الحتة دي بمناسبة اللي كنا بنقوله، لكن هل هناك علاجات حاسمة لموضوع جرثومة المعدة؟ علاج جرثومة المعدة الوقاية. طب ولو جت خلاص؟ ما هي جت هعالجها، بس هي الكارثه ان هو مستمر في انه بياخدها. جرثومه المعده بتيجي بسهوله شديده جدا. حضرتك لو انت بتبيع اكل واعتصت خلاص، شكرا، لوثت الاكل كله. شكرا. لسه قبل الفقره
بقول لحضرتك ممنوع الاكل بره. انا لا اطعن في الاكل، انا بطعن في اللي بيعمل الاكل. لو عنده جرثومه معده عدا الشعب كله. بتيجي من البراز، واحد ما غسلش ايديه بعد ما دخل التويلت من اللعاب. عشان كده لما بعالج زوجه عندها جرثومه معده بدي جوزها، الاثنين يتعالجوا في وقت واحد. لان هي هتخف وهو هيعديها او ولادها. بس هي بتخف هي بس عادل. صعوبتها انها عايشه تحت الغشاء المخاطي للمعده. هي دي مشكلتها، محميه، فالدواء عشان ياثر فيها بياخد وقت طويل. بنديه وهو ثلاثي، يعني ثلاث مضادات بياخدهم، يعني بس هي الوقايه يا اخوانا، الوقايه. لسه بقول الاكل بره بيتخن وبيجيب جرثومه معده. واحنا اطفال كانت امي الله يرحمها كانت بتمنعنا مثلا ان احنا نجيب غزل البنات من الشارع، تقول لك اللي بيعمل غزل البنات. انا كنت شربت كوبايه قصب بره كنت اتطردت من البيت يا استاذ وانا صغير. ممنوع بتاتا. بس ما احنا احنا بالحاجات دي عملنا المناعه، مش بيقول الشعب المصري عنده مناعه؟ مش مناعه؟ ما تصدقش الكلام ده. فالناس لما بتيجي من بره جرثومه المعده خطيره. يعني قد تؤثر على وظائف المعده وانتفاخ وحموضه والم، وجايز تقلب بقرحه وحاجات تانية اوحش. بس هي الفكره الناس علاج جرثومه المعده وقائي اهم من العلاج. طيب مطلب جاي لحضرتك من عبد الحميد الشورى، خالص تحياتنا للعالم المصري والقيمه العلميه الكبيره دكتور حسام موافي. نتمنى ان يكون لقاء غير منقطع ودائم في مساء دي ام سي، فهو قيمة علمية تستحق الاستماع اليها وسؤالها في زمن كثرت فيه الشائعات الطبية المغلوطة. موافق. خلاص خلاص، هذا وعد. طيب الهام الشريف بترحب بحضرتك وبترحب بدكتور علي جمعة. طبعا هو دكتور علي جمعة طبعا الرجل الفاضل كان ضيفنا هنا الاسبوع اللي فات. بتقول بنتي عندها فتق في الحجاب الحاجز وتعبانة قوي، حرقان شديد في صدرها بعد الاكل، عملت منظار وهتعمل عملية لشدة تعبها. ما رأي دكتور حسام في العملية؟ بص حضرتك، مادام الدكتور قال لك عملية يبقى هو على حق. الحجاب الحاجز ممكن تتخيلي معايا عشان هشرحها لك كويس. يعني خرطوم جنينة ومربوط فيه بالونة، اتفقنا؟ تمام. خرطوم جنينة فيه بالونة، خرطوم الجنينة هو المريء والبالونة هي المعدة. في مشبك بين الخرطوم والبالونة. ساعات المشبك ده ما يبقاش موجود، ده الارتجاع. وساعات جزء من البالونة يطلع فوق شوية، يعني كأني شديته، فده الفتق. الجراحة تعتمد على حجمه. لو كبير لازم يتعمل. كبير لازم جراحة، إنما مش أي حد. ولذلك أنا دايما بقول للعيان دايما لما تاخد رأي جراح خد رأي واحد تاني. دايما يعني خلي جراحه بالذات هنشيل مراره اخد رايين. فتح حجاب حاجز رايين، الاثنين عمره ما حي يعني هيتفقوا، مش هيتفقوا على حاجه غلط، هيتفقوا على حاجه صح. برافو عليك. طيب كل التقدير والاحترام لعالمنا الجليل دكتور حسام، ده محمد حلمي، بخصوص علاج مرض بهست. ده ايه بهست؟ مرض مناعي. مرض مناعي هو، حتى هو بهجة الناس بتقول عليه بهجة. أيوة بس هو بهزت. هو مرض مناعي بيجيب قرح في البق وعلى الأعضاء التناسلية، سخيف لكن مش خطير. بهزت عيبه الكبير التجلط، إن الأوردة تتجلط، ده تبعه. هو في واحد هيسألني يعني إيه مرض مناعي؟ ما هو في الزئبة مرض مناعي، الروماتويد مناعي. ربنا عامل لنا جهاز يا استاذ اسامه اسمه الجهاز المناعي. هذا سر من اسرار الله. انا خايف على نفسي فجايب 10 عساكر يحرسوني، انا ماشي والعشر عساكر يحرسوني، هذا هو الجهاز المناعي. طب لو العساكر ضربوني مش يبقوا اتجننوا نفسهم؟ اهو ده اللي بيحصل. الجهاز المناعي يضرب الجسم، يعتبره غريب. هو معمول الجهاز المناعي لمحاربة الغريب فقط. بكتيريا دخلت يتحرك جهاز مناعي، فيروس دخل يتحرك، كلوة حطيتها بخاف من رفضها ايه من الجهاز المناعي، عشان كده بصبطه.
فساعات الجهاز المناعي يجنن، يحاربنا أنا. زي النوع الاول من انسولين، من السكر، النوع الاول من السكر مرض مناعي، الجهاز المناعي يضرب الخلايا المسؤوله عن عمل الانسولين. كذلك بهست، عشان كده الكورتيزون هو رقم واحد في تثبيط الجهاز المناعي. بس مرض مش خطر، بس تيك كير من التجلط. التجلط بيحصل كتير جدا في بهست، يعني شخصيا انا بكتب دايما مسيل للدم في بهست عشان ما يحصلش. يقول لي طب ما حصلش، اقول له ده وقايه. برافو عليك. لو عملنا عمليه لاستئصال ورم لمريض سرطان القولون المسن، خطر ولا عادي؟ قبل ما اقول اشيل الجزء اللي فيه السرطان، اشوف انتشر ولا لا، لان لو كان انتشر يبقى العمليه اوف نو فاليو، ملهاش اي قيمه، يبقى قيمه هي محدوده في هذا المكان، محدوده في القولون وما طلعش بره، اسجد لله شكر. حتى لو مسن ادخل. ايه يعني مسن؟ كل واحد له عمرين يا استاذ اسامه، حضرتك عارف الحكايه دي ولا لا؟ كل واحد له عمرين، عمر البطاقه وعمر بيولوجي. حضرتك انت مواليد كام؟ كذا. 1900. لا لا ليه، 1962 مش تبقى 60 سنه مثلا. 61. 61 صح. لكن لما تجيلي في المستشفى اعمل لك بارامترز كتيره، اقول لك انت مش 61، انت 41 او 71 او 71. ما بتشوفش واحد 80 سنه بيتجوز؟ شفنا الحقيقه هو مش 80، هو البيولوجي بتاعه 60. فما فيش حاجه اسمها كبير، سنه البيولوجي قد ايه يتحمل عمليه ولا لا، ما فيش حاجه اسمها كبير على فكره. طبعا استخدام كلمه مسن دي يعني معناه انه ممكن يبقى ضعيف. لا نبص عليه بس الاول، نشوف الورم طلع بره، وفيه اشعه بتتعمل اسمها بيت سكان، نشوفه طلع بره ولا لا. ان طلع بره مش حلو، اذا كان مكانه نسجد لله شكر. على فكره حكايه عمرين دي موجوده في القران. ازاي بقى؟ سيدنا موسى كان قاعد جاله بنتين، قالوا لنا ابونا شيخ كبير، عمرينه شيخ باللغه العربيه 50 سنه، كبير هو سابق سنه. يعني عشان الناس اللي مش عاجبهم الكلام. طيب اخيرا كده ميساره بيقول كل التقدير والاحترام لهذا الحوار التثقيفي والادبي الشيق، ومبروك دكتور حسام على زواج كريمتكم. وفاء مصطفى، احبكم في الله، اكرمك الله واحسن اليك وبارك الله لك في صحتك واولادك. يعني في رسائل كتيره، بس يعني اسمحوا لنا عشان وقتنا خلص، وصديقتنا سعاد يونس هي اللي بعدينا، مش عايزين يعني نبقى نجور على وقتها. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لا يا استاذ اسامه، انا اللي بشكرك والله، اديتني فرصه. خيركم من علم العلم وعلمه. انت اديتني هذه الفرصه، عايز ربنا عايز احسن من كده. ربنا يزيدك من فضله، وتفضل دايما شاكر حامد. الحمد لله. وتبقى على الوعد بقى ان احنا نلتقي. هنلتقي تاني ان شاء الله.